احنا دلوقتي في موسم الافراح وكل عروسه بتحلم تكون جميله في اليوم ده، ايه الموضه او الترند في 2018؟ بصي، هو الموضة دلوقتي الميك اب السامبل، الألوان الهادية، البرايدز كلهم حابين يكونوا مختلفين، بس الاختلاف ده شوية بنطلعه في الشكل بتاع البرايد نفسه، في الفنش بتاعها، زي الهايلايتر أو اللوكس أو الجلاترز أو الحاجات اللي بنحطها في الفنش. بس الترند عامة دلوقتي الميك اب السامبل، في الحاجات اللي بتكون شوية الايرسي كولرز والحاجات دي بتبقى على البرايدز حلوة قوي. دي اكتر حاجات من اللي بحبها للبرايدز. يعني سلمى، انتي الميك اب بتاعك بيتسم بالجرأة، الوان الجريئة الصريحة، ده بيناسب كل العرايس او كل البنات؟ مش بيناسب كل البنات، بس احنا ممكن نعمل كل حاجة احنا عايزينها بالطريقة اللي تليق على اي حد. يعني انا ممكن اعمل الستايل اللي انا حباه واخليه يليق عليكي بطريقتي، ممكن اخليه يناسب لو انا شايفة كده. كل وش بيليق عليه نفس الميك اب ولا بيختلف من وش لوش؟ لا طبعا بيختلف من وش لوش، لان اكيد مش كل الناس وشها زي بعض. كل الناس هتلاقي عليها الالوان الترابية، الالوان الهادية قوي، ولا لازم في وشوش نخليهم الوانهم صريحة اكتر؟ لا، هو بتختلف شوية الألوان، بتليق على معظم الناس بالنسبة لو هنتكلم عن الألوان، لكن الوشوش ده بيبقى ليها علاقة شوية بشكل الرسمة اللي هتتعمل، مش اللون. سلمى، دلوقتي في هوس بالعمليات التجميل وكل البنات بتتجه للفيلر والبوتوكس، ده بيغني عن الميك اب؟ لا، ما بيغنيش عن الميك اب، لان الفيلر والبوتوكس والحاجات دي حاجات ليها علاقة بالوش نفسه، مش بالميك اب خالص. يعني حتى لو هي هتعمل حاجة زي كده، بس في نفس الوقت مش تقدر تستغنى عن انها تحط ميك اب. يعني لا، ما يغنيش. تنصحي بإيه العرايس 2018 وهم مقبلين على اليوم ده؟ هو النصايح كتير شوية في موضوع البرايدز، بس ممكن طب قبل ما ننصحهم، في أخطاء بتبقى موجودة أو متداولة بين العرايس بتشوفيها كتير وعايزة تقول لهم ما يعملوش الأخطاء دي خالص؟ هو بيبقى فيه اخطاء، بس يعني احنا بنتفاداها، لان دايما البرايدز مثلا البرايد ممكن تكون عايزة حاجة مش لايقة عليها، بس انا كدوري از ميك اب ارتست ان انا انصحها ان تحاول تسمع الكلام شوية في حاجة تليق عليها، علشان انا ببقى شايفة في الفانيشنج الشكل النهائي ليها هيبقى عامل ازاي. فلو هي هتعمل حاجة مش لايقة عليها او مش هتبقى شكلها لطيف، فأتمنى انها يعني ما تعملهاش. بس وتقول لهم ايه بقى، تنصحيهم عشان يخرجوا بشكل جميل جدا في اليوم ده؟ ان احنا نهتم ببشرتنا كويس قبل الودنج، ان احنا قبل الويدنج بقد ايه؟ يعني الشهر اللي بيكون قبل الودنج ده كمان الاسترس بتاع البرايد بيبقى الاسترس عليها عالي جدا، فأنا بحب ان هم بس يهدوا نفسهم شوية علشان شكلها يطلع حلو ووشها يكون مرتاح. ما ينفعش انها تيجي ترمي كل حاجة على الميك اب ارتست في اخر اليوم وتعتمد اعتماد كلي على الميك اب. لا، هو برضو انها تريح بشرتها وتريح نفسها، تنظم يومها، تنظم الاكل بتاعها، النوم، الصحيان بدري، الكلام ده كله مهم عشان بشرتها تكون مرتاحة. فدي من اكتر الحاجات اللي انا بحب ان انا اوجهها لهم في يوم زي ده، ان هم يهتموا بنفسهم شوية قبل الودنج عشان الميك اب يطلع حلو.